بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم، كل سنه وانتم طيبين. معاكم محمود امبادر القعيد، رئيس مجلس قرى البربه، مركز جورجيا، محافظه سوهاج. اهلا وسهلا بحضراتكم. بستعرض مع حضراتكم المبادره الرئيسيه حياه كريمه والمشروعات العظيمه اللي بتقدمها المبادره للمواطن المصري. مبادره حياه كريمه من اهم المبادرات اللي اتعملت والقرارات اللي اخذها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنميه الريف المصري وبالاخص قرى صعيد مصر. قرى صعيد مصر اللي خدت فتره طويله من الزمن محرومه من الخدمات ومحرومه من حاجات كتير، النهارده ربنا اكرمنا بقرارات فخامه الرئيس ومبادره حياه كريمه بتنفيذ العديد من المشروعات اللي بتصب في مصلحه المواطن وبتهدف الى الرقي وتنميه المواطن المصري وبالاخص المواطن الصعيدي في الريف المصري. المبادره اشتملت على العديد من المشروعات في اكثر من قطاع، من قطاع الصرف الصحي وبيع الشرب، من قطاع التعليم، قطاع الصحه، شباب الرياضه، الكهرباء، قطاع الرصب، الغاز الطبيعي، الاتصالات. هنستعرض مع حضراتكم بعض المشروعات اللي تم تنفيذها بالفعل في نطاق دائره الوحده المحليه لقريه البلد. نبدا بالصرف الصحي لان ده من اهم المشروعات اللي اتعملت واللي كنا منتظرينها بعد مده طويله. تم انشاء 15 محطه صرف صحي ما بين محطه رئيسيه ومحطه اونلاين اللي هي عزبه المدرسيه بشويه في دائره الوحده. يستتبع ال 15 محطه دول ان يكون في 15 شبكه انحدار و15 خط طرد عشان يخدموا على ال 15 محطه اللي تم تنفيذهم. كمان تم تغيير 90% من خطوط الاسبستس بدائره الوحده من الخطوط القديمه الى خطوط جديده مطابقه للمعايير والمواصفات العالميه حفاظا على صحه المواطن المصري. كمان عندنا قطاع التعليم خد نصيب وافر من المشروعات ومن الشغل اللي تم فيه، فتم عندنا انشاء 3 مدارس جديده في دائره الوحده، منهم مدرسه لغات، ودي مدرسه لغات رسميه حاجه محترمه جدا وتصميم هايل وراقي، وان شاء الله يعني نتامل فيها خير انه يطلع منها نشأ على حاجه محترمه يعني تليق بالمواطن المصري. كمان تم توسعه 3 مدارس اخرى بانشاء جناح في كل مدرسه حسب مقتضيات المساحه اللي موجوده، وده علشان يوفر مساحه اكبر ويقلل الكثافه الطلابيه في الفصول، بما يهدف او بما يسهم في تقديم خدمه تعليميه افضل للطلبه. كمان تم رفع كفاءة 51 مدرسة على مستوى دائرة الوحدة، رفع كفاءة من حمامات، من إضاءة، من مياه شرب، من مقاعد للطلبة، من دهانات وما إلى ذلك، عشان المدرسة كمان تليق بالطلاب بالبلد كده تفتح نفسهم على ما يتعلموا. عندنا كمان قطاع الاتصالات، قطاع الاتصالات برضه من اهم القطاعات اللي اشتغلت عليها حياه كريمه، لان كل المشروعات اللي بتتم والتحول الرقمي ورؤيه مصر 2030 اللي دايما بينادي بيها فخامه الرئيس، كل ده والتحول الرقمي الحكومه الرقميه ان كل حاجه تبقى عندك من خلال الانترنت، كان لازم تتغير خطوط النت القديمه بخطوط نت فايبر حديثه تدي انترنت سريع، انترنت قوي تقدر خلاله تأدي كل الخدمات اللي انت عايزها اونلاين بدون الحاجه لمراجعه المكاتب ولا زحمه الطوارئ. من اهم القطاعات اللي اشتغلت عليها حياه كريمه لصالح المواطن المصري قطاع الصحي. طبعا صحه المواطن المصري دي اولويه، وشفنا دوت في الشغل اللي عمله فخامه الرئيس من خلال المبادره اللي تمت 100 مليون صحه والمبادره بتاعت القضاء على الفيروس سي. استكمل معانا فخامه الرئيس الدعم للصحه للمواطن المصري، وتم انشاء 7 وحدات صحيه جديده هيتم تقديم خدمه التامين الصحي الشامل من خلالها للمواطن المصري في صعيد مصر. كمان تم تطوير وحده صحيه في قريه ابن سعيد تحديدا، تم تطويرها بشكل كامل. كمان تم انشاء وحده للامومه والطفوله في قريه خارفه، وحده جديده كامله على مستوى متقدم بالمعايير العالميه موجوده لخدمه المواطن المصري او الطفل المصري تحديدا. قطاع الصحه خد نصيب الاسد من المبادره لان دي اولويه بالنسبه للدوله واولويه بالنسبه للحكومه وفخامه الرئيس طبعا على راس المنظومه، اولويه صحه المواطن المصري. من ضمن القطاعات اللي تم حياه كريمه اشتغلت فيها قطاع الكهرباء.
غيرت شركة الكهرباء غيرت في دائرة الوحدة 30 كشك مختلف القدرات ما بين 300 واط و500 واط عشان نتخلص من مشاكل قطاع الكهرباء، نتخلص من المشاكل المعاناة اللي كان بيعانيها المواطن من ضمنها إتلاف الأجهزة المنزلية نتيجة انقطاع التيار وعودته مرة ثانية. كمان اشتغلنا على عملية الإنارة في الشوارع والطرق الرئيسية في دائرة الوحدة، وتم تغيير عدد حتى الآن حوالي 300 عمود كهرباء في دائرة الوحدة، تم عمل إعلان وتجديد لهم بشكل كامل. العمود كله بيتغير وتحط عليه خشب جديد، وجاري استكمال باقي الأعمال في دائرة الوحدة. كمان على مستوى الكهرباء تم تغيير عدد يمكن حوالي 2000 متر كابلات جديدة بمواصفات عالية عشان نحافظ على الكهرباء ونحافظ على الطاقة ونخدم المواطن ونخدم المشروعات التنموية اللي دخلت معنا من خلال حياة كريمة، من ضمنها المطار الصناعية في غرب يرجع، من ضمنها في عندنا في دائرة الوحدة في الدربة مؤخرا تم التعاقد مع هيئة تنمية سعيد مصر ومبادرة الحياة الكريمة لإنشاء مجمع الصناعي الحرفي في قرية الدربة، وإن شاء الله هيبدأ الشغل فيه فعليا من شهر 6 اللي جاي. وكل ده بيحتاج طاقة وبيحتاج كهرباء. في العديد من المشروعات، مش عايز استهلك وقت حضراتكم لان الوقت مش هيكفي ان انا استعرض كل المشروعات اللي موجوده وكل الامكانيات اللي وفرتها حياه كريمه. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وان شاء الله نشوفكم على خير.